بلدية توجونين بولاية نواكشوط الشمالية تطلق المرحلة الأولى من مكونات خطتها السنوية في شقها المتعلق بفك العزلة عن مناطق عديدة بالمقاطعة. هنا شرعت الآليات والشرافات على هامش الانطلاقة الرسمية للمكونة الخاصة بفك العزلة في إزاحة الأتربة وشق الطرق عن مناطق سكنية بالمقاطعة. المحور الخاص بالبنى التحتية والذي شمل ثلاثة محاور طرقية تنفذها البلدية. ويرى منتخبون محليون أن أحياء عديدة بالمقاطعة تشكو العزلة ويواجه سكانها نقصا في المياه ويجدون صعوبة في الوصول إلى الخدمات والمرافق الأساسية بأطراف العاصمة، مشيرين إلى أن فك العزلة يشكل أحد الأولويات المدرجة على جدول خطة البلدية للعام الحالي. بفك العزلة وهو تحدي حقيقي، ندرك جيدا أن بلدية جنين تعاني معاناة حادة من مسألة العزلة. هنالك أحياء كثيرة وأساسية في هذه المقاطعة معزولة لا يمكن أن يصل إليها الماء، يجد سكانها صعوبة كبيرة في الوصول إلى المستشفيات وإلى المدارس. من هذا المنطلق رأت بلدية جنين أن تولي عناية خاصة للجانب المتعلق بفك العزلة وأن يمثل مكون أساسي من مكونات خطة عملها التي اعتمدها المجلس البلدي. وتحدث سكان الأحياء المستفيدة عما وصفوها بتحديات مختلفة يواجهونها، تشكل العزلة أبرزها، مشيدين بفك العزلة وتعبيد الطرق عن مناطق عانت ردحا من الزمن من العزلة والنسيان دون أن تجد لفتة جادة من الجهات المعنية. وهذا اليوم زين عندنا حتى مولي إعلان الضوء ما هو داخلنا، هنا اللي القصرات واللصوص متممكن فينا حتى قايت ما يكون من التمانكت، وجزاهم الله خير نبقون ويزيدونا. وهذا الشارع قاع يلا نعود اليوم علمنا به نعدل لكم احتفال زين بنا اللي ذا قال فينا وفي عزلة ما قد دخلنا مدة الدار مدة تسرق لها. نحن في عزلة ما عدنا من موريتانيا ولا عدنا من بلاد ثانية، ونختار الدولة تحس بينا وتجينا، ونحن شعب ومواطنين مخلصين للدولة وهاي البلدية. ذا العدرة اللي جات العدرة اليوم اللي جزاها الله خيرا ويعطينا ويعطيهم العافية، وهذا زين عندنا حتى. وبالإضافة إلى البنى التحتية الطرقية التي تعد المحاور الرئيسية للمكونة السنوية لخطة البلدية لسنة 2020، والتي تتطلع البلدية إلى أن تطال محاور طرقية في المناطق الواقعة ضمن الحيز الجغرافي للمقاطعة، توجد مكونات أخرى تشمل المياه والتعليم والصحة يضيف منتخبون محليون.